الصراحة مش عارف شو أحكي لك. نسبة نجح العملية 5% بس 5%؟ 5% لأن الورام منتشر كثير بالجسم. بالعملية ضرورية يا دكتور. هاي من الواحد ولازم نسويها بأسرع وقت. ماشي يا دكتور، أعطيني كم من يوم وأروح وأقعد مع عائلتي. ما في مشكلة إن شاء الله. جهزت الأدوية وهجزت الغرفة عملية، إن شاء الله بنسويها الأسبوع القادم. إن شاء الله. بس بدي يكون أملك بالله الكبير. طبعا. شد هنا ان شاء الله ما بيصير لك كل خير ان شاء الله. شوف شو اي حاجه هنا شو بيصير. شو بس السلام عليكم يا حبيبي، شو رايك تسوي؟ وعليكم السلام يا ايمي. ولا شيء ولا شيء. بلا عليك يا حبيبي، احكي لي شو بسوي. انا شفتك انت عم بتكمل من شغلات من جنبي خاوي انا عند الحارة. والله يا أمي إني شفت، أنا عندي أخبى إكرام من السنة السنة لا شم مر الحفل، وكنت حابب أسويه مرقوبا من حمى البقر. ولا يهمك يا هاتي ولا كبير وما بالسبب. السلام عليكم يا معلم. السلام ورحمة الله. شيف هاي الجهاد؟ نعم. راح يمر عليك كل أسبوع. أهلاً وسهلاً. وعطيني اسمي دول الحمد لله. نعم صح. وأنا عليه السلام من هويلة. نعم صح. الله يخليك يا أمي. والله يا معصر أنت حلال وتسحب الكبير. بس أنا متجاوز يا أمي. مش عارف شو أنا بدي أحكي لك. روح الله يفتح وجهك وميسر لك الليل الحلال. رغم كتير خافوا ورجاك اختفي. هاي معجزة كيف صار؟ يعني مش عارف. هاي الأرقام بتشير إنه بسم نجا العملية ارتفع 90% في مش أكتر. Set me free.